النهارده كمان الزمالك على ميعاد مع مباراه مهمه ومباراه قويه جدا واختبار حقيقي للبرتغالي فيريرا المدير الفني لابناء القلعه البيضاء، وده طبعا لما بيواجه سيراميكا كليوباترا النهارده الساعه 5 العصر على استاد القاهره في مباريات الجوله الثانيه. دوحه اكيد عند الفريقين هي تحقيق الفوز في نادي الزمالك، اكيد طبعا فاز في الجوله اللي فاتت دي على سموحه بهدفين، وطبعا برده عايز ان هو يحافظ على لقب بطوله الدوري الموسم الثالث على التوالي بالرغم طبعا من الغيابات برضو اللي موجودة والإصابات اللي بيعاني منها فريق نادي الزمالك، ولكن الرغبة هي حصد الثلاث نقط النهاردة. نادي الزمالك غايب عنه الونش وكمان السنغالي إبراهيم أناضاي، أما بقى بالنسبة لسيراميكا كليوباترا بقيادة أحمد سامي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا نجح أنه يحقق طبعا فوز كبير جدا على المصري بورسعيدي في المباراة اللي فاتت دي بثلاث أهداف نظيفة. مفيش شك طبعا أن الرغبة عند الجهاز الفني لسيراميكا أن هم يكونوا موجودين في المربع الذهبي وكمان يقدروا أن هم يشاركوا في البطولات الأفريقية.